وفيديو نو الفيديو باقي ما شفتوش فيديو حتى نشوفه ان شاء الله واليح على هذا. عندك الفيديو نرجع لهذا السؤال فكرني فيه. عندك الفيديو وعندك الخبر على الهواتف ديال المشتبه اللي في راه الاعتقال, وعندك الخبر على الهواتف ديال ولدي التموقعات الجغرافيه ديال ولدي اللي ما كايناش واخا دارت خصها تعاود دار, وعندك هذا, وعندك المسائل اللي داس من بعد 11 الليل. هذه كلها مسائل راهي الا ما وصلناش ليها ما غنعرفوش التهم شنو وقع له, وهو العالم كله عارف التهم شنو وقع له, الهيئه عارفه التهم شنو وقع له, المحامون عارفين التهم شنو وقع له. يمكن تهضري هكذاك ام بالنسبه لك كل شيء عارف كل شيء بالنسبه لك كل شيء واصلين المعلومه الى غيرك. لا ام نعم. ام طبعا كيف ما قلت لك بالنسبه للفيديو بالنسبه للصور اللي قلت لي سنرجعوا لهذا السؤال. الصور يا اخي ما فهمتش, حنا الصور خديناهم, خدينا الصور من ملف ديال واحد الشخص او الضحيه اللي المسطره في حقه متابع متابع المسطره فيها القتل العمد, والملف ديال التهامي حنا كنجبدوا داك الوراق وتنشوفوهم من كتابه الضبط وخا شي كنجبدوه وشي ما كنصيبوهش. اذا هذا الملف هذا ملي حنا كناخذوه من مكتب الضبط وكنصيبوا فيه التصاور وتم التعرف على التهامي عند الفرقه الوطنيه لا من عندي انا ولا من عند ولدي سي محمد الياس ولا من عند المعتقلين ولا حتى القاصر, يعني هاد التعرف على الجثه كلها حنا واش حنا كنا ماشيين وصبنا الكواغط في الزنقه؟ حنا راه ملف كنتكلموا على ملف, كيفاش تقولوا لنا لا هذاك ماشي هو ولا ما مقطعش ولا ما فصلش؟ ما فهمتش انا, وما قبلتيو الهضره ديالنا ما ضربتيونا وسكتيونا بشي خبره وسديتيونا في المام ديالنا وجبتيونا شي خبير.